الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، ما زلنا مع خليل الله إبراهيم عليه السلام، وسنتحدث اليوم عن هجرتين أساسيتين في حياة هذا النبي العظيم. الهجرة الأولى وهي هجرة إبراهيم إلى مصر، والثانية إلى مكة المكرمة، حيث خرج إبراهيم عليه السلام من أرض الشام إلى مصر مع زوجته سارة. فعلم ملك مصر بمرورهما، فأعجبته أمنا سارة الحسناء الجميلة، فأراد أن يتزوج بها، فسأل إبراهيم عنها، فقال له إبراهيم بأنها أخته، فوضع يده عليها فتجمدت يداه، فدعت الله عز وجل بعد أن طالبها وطلب منها الملك أن تدعو الله بشفائه، ففعلت فشفاه الله تعالى. ثم أهدت سارة لسيدنا إبراهيم الجارية التي هي أمنا هاجر، فتزوج بها وأنجب منها ولدا مباركا هو إسماعيل. فغارت بعد ذلك أمنا سارة من هاجر، ثم سار بأهله أي بأمنا يعني هاجر إلى مكان بعيد وهو مكة المكرمة، فتركهما هناك وعاد ونفد لهما الطعام والشراب، وابنها يبكي من الجوع، فتوسلت الله تعالى وطلبت الله تعالى أن ينعم عليها هي وابنها يعني أطايب الطعام والشراب. فأخذت تجري بين جبلين هما الصفا والمروة وتدعو الله تعالى، فأتاها جبريل بعد أن أنهت سبعة أشواط عند موضع زمزم، وفجر لها الأرض بماء زمزم. ولذلك عندما يحج الناس أو يعتمرون يذهبون إلى ماء زمزم فيغرفون ويغترفون من ذاك الماء المبارك، فعندما رأى الناس الماء يصعد في السماء أتوا إلى ذاك المكان الذي كانت فيه وحدها هي وابنها أمنا هاجر، فأتاها الناس من كل صوب ومن كل حدب فاستوطنوا معها، فأنعم الله تعالى عليه بالمياه، وأنعم الله تعالى عليها أيضا هي وابنها بالناس من باب الاستئناس وألا تبقى وحيدة مع ابنها الرضيع. الدروس المستفادة أحبتي الكرام من هذه الواقعة: أول شيء، من اعتصم بحبل الله تعالى فقد فاز، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثانيها، رفع الله تعالى لقدر إبراهيم بالعلم واليقين. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثالثها، أن الله عز وجل لن ينسى عبده، سواء كان هذا العبد صالحا أو طالحا، فالله عز وجل يقول يعني في محكم تنزيله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم من خيراته العظام ومن خيراته الجسام، وأن ينعم علينا وعليكم براحة البال وبالطمأنينة والسكينة والمغفرة ونحن في شهر الصيام وشهر القرآن. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقرآن، وأن يحشرني ويحشركم في زمرة المصطفى الحبيب خير الأنام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.